الفلسطينيون ينددون بالعدوان الإسرائيلي ويؤكدون أنه لن ينال من عزيمة سوريا وأبنائها. أدانت القيادة الفلسطينية والفصائل والفعاليات الرسمية والشعبية العدوان الإسرائيلي على سوريا، وأعربت عن قلقها البالغ إزاء هذا العدوان الذي من شأنه المساس بسوريا وإشعال الحريق في كامل المنطقة. هذه الضربة هي مدانة بكل الأشكال، ولكن نحن لا نتحدث عن الإدانة ولا نتحدث عن التضامن، لأن ما يصيب سوريا هو يصيب الشعب الفلسطيني، باعتبار أن سوريا هي داعمة لنضال الشعب الفلسطيني تاريخيا. ولكن مؤشرات هذا العدوان هو أنه استمرار لذات السياسة العدوانية التي تمارسها إسرائيل على مدى عمرها، سياسة عدوانية توسعية. ورأى قياديون بأن هذا العدوان الإسرائيلي يأتي بقرار أمريكي ويعد تدخلا سافرا في شؤون سوريا الداخلية، وعلى خلفية تغير الأوضاع الميدانية في الأيام الأخيرة. الآن نرى أمريكا والكيان الصهيوني يتدخلون مباشرة بشكل سافر من أجل إنقاذ ما يمكن إنقاذه من فلولهم وعملائهم الذين زجوا بهم في هذه المعركة، والذين كما قلت مسبقا تلوح هزيمتهم الآن بعد أن تقدم الجيش السوري العظيم الذي يدافع عن كل الأمة العربية وعن شرف الأمة العربية، وهو الآن يحقق انتصارات كبيرة. نحن الذين أشد الإدانة هذا العدوان على سوريا، ونعتبر عدوان على الأمة العربية بأجمعها، وإسرائيل تريد من خلال هذا العدوان أن تكرس حقيقة أنها دولة المركز في المنطقة، وأن يدها طولة في تناول أي بلد عربي وفي تناول أي قوة عربية. وإسرائيل استغلت انشغال سوريا بالأحداث الداخلية وانشغلت الانقسام العربي تجاه هذه الأحداث من أجل أن تقوم بضربتها هذه، حتى تحاول أن تضعف من معنويات الشعب السوري ومن معنويات الجيش السوري ومن معنويات الشعب العربي بشكل عام. الشارع الفلسطيني شدد على أن العدوان على سوريا هو امتداد للعدوان المستمر على الشعب الفلسطيني، ويأتي ضمن محاولات تقسيم سوريا. نحن واثقون بأن هذا عدوان صهيوني على سوريا، على أبنائنا في سوريا، بغض النظر هذا العدوان على أبنائنا وعلى إخوتنا في سوريا من أي طرف، ولكن هذا عدوان مثل ما هو عدوان على المسجد الأقصى وعلى الفلسطينيين بشكل عام، ومثل ما هو عدوان صهيوني إسرائيلي على الأسرى الفلسطينيين، هناك عدوان على سوريا. إسرائيل ما ضربت سوريا إلا في إعاز من العالم العربي مجتمع كلياته، لأنه قطر وشلة قطر وشلة الأمريكان كلياتهم بدهم يضربوا سوريا. الشعوب العربية مظلومة ومسكينة، بس ما في داعي انه احنا نسمح لاسرائيل تضرب اي بلد عربي او اي شعب عربي. وتدخل اسرائيل في سوريا وتركيا في سوريا على علامات استفهام كبيرة، وقطر ام العالم العربي اللي صارت ام العالم العربي والام الاسلامية والقرضاوي المفتي الاعظم. إدانة فلسطينية واسعة وقلق متصاعد، إزاء العدوان الإسرائيلي على سوريا، ومطالبات بوقف العنف فورا وإنقاذ سوريا. يوسف المحمود، التلفزيون العربي السوري، فلسطين المحتلة.